الماتشات اللي يمكن تألقت فيها وانا صايم، والماتش ده ليه بعض الذكريات كده ان كان فيه شويه مشاكل على حته الصيام وكده، وحصل بعض الاختلافات مع الجهاز ان احنا لا هنصوم، لا مش طب اصل المساله، طب اصل الجو، اصل فالمهم في الاخر انا قعدت احتياطي في الماتش ده وما كنتش بادئ رغم ان انا بدات اللقاء ده، فقاعد طبعا وكنت متضايق. وجي وقتها كابتن كمال عبد الواحد بيجي على اوضه اللبس، كابتن ابو تريكه اتصاب، وانا كنت في كان قبل الماتش بسبع دقايق بالظبط، تريكه جاله شد مش قادر يلعب. المهم كابتن حسن قال لي يلا قوم عشان تسخن. طب اسخن ايه؟ ده فاضل سبع دقايق على الماتش. قال لي فانا المهم رحت نازل، ما لحقتش اعمل طبعا حاجه، رحت داخل تاني، فبدات ادخل في اللقاء. ما كنت سخنت يعني، بدات ادخل في اللقاء. فطبعا جبت الجون، الكره اللي قعدت تخبط تروح يمين تروح شمال، ورحت جايب الجون. حتى وقتها انا عاده لما بجيب جون بفرح بعمل كده يعني، على زي بتاعت دي انا كنت بعمل كده فوق يعني، اللي هو يعني ايه بدع عليهم يعني عشان بس. فدي يمكن كان ده كان كواليس اللقاء ده.